الحاج محمد يعطيك العافية. أعتذر منكم يا أهل الصحافة والإعلام على عدم قدرتي بالبوح بأي موقف أو تصريح، لأنني ذاهب بزيارة عاجلة ومهمة للدكتور جعجع. طيب حاج محمد، فينا نعرف شو سبب هالزيارة؟ هل هي لتقله حمد الله على السلامة من بعد محاولة اغتياله شخصيا؟ خسئتي يا آنسة، فليس هذا هو السبب. طيب حاج محمد، ممكن بدكم تردوا كحزب الله على الدكتور جعجع لأنه اتهمكم بمحاولة الاغتيال بطريقة غير مباشرة؟ خسئت أنت أيضا يا محترم، فليس هذا هو السبب. حاج محمد، طب فينا نعرف لكن شو هو سبب هالزيارة؟ سأذهب إلى الدكتور جعجع مهنئا له بفيلمه الأكشن الجديد The Sniper and the Flower. لقد أمتعنا فعلا هذا الفيلم بنصه المتماسك وبإخراجه الممتع وبتمثيله المقنع، خاصة وقت زحف ودبدب هو عم يهرب من القناص. ولكن يبقى لدي عتب صغير عليه. ولا شو هو هيدا العتب اللي عندك يا دكتور جعجع؟ نحن كحزب الله يا آنسة قد ظننا لفترة طويلة أن هذا الرجل موهوب فقط بإلقاء الشعر والنثر، فعتبي عليه أنه أطال الوقت علينا ليكشف لنا عن موهبته في إخراج أفلام الأكشن. فنخبي عليكم، نريد أن نطلب منه إخراج الجزء الثاني من مسلسل الغالبون لقناة المنار.